السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا متتبعين قناة سحر الطبيعة، وألف مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو مميز فيه حيل وأفكار اللي غادي تنفعكم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الفوائد والاستعمالات العديدة ديال معجون الأسنان. بأي معجون كتستعمليه، ماشي بشرط هذا، كما قلت أي معجون عندك في الدار وكتستعمليه غادي نشوفوا إن شاء الله استعمالات عديدة كما قلت لكم ديال هذا المعجون الأسنان، غادي يخرج منه العجب. ونشوفوا أول استعمال. كلنا عندنا الوليدات واللي ما عندهاش الله يرزقها ويفرح ليها ربي قلبها بشوف تعويناتهم، كنعانيو مع الوليدات بالمشكل ديال اللي كيكتبوا في الحيط، سواء كتبوا لك بالفطر بسم الله ها هو، او قلم الرصاص ها هو البنات، انا تجربة كنديرها قدامكم، او ستيلو ها هو. دابا في الحيط كنلقاو ضروري مع الوليدات كيخربقوا لينا في الحيط. الحل هو معجون الاسنان، غادي ندهنوا البلاصه اللي كاتبين فيها الوليدات هكذا، انتما غتشوفوا التجربه قدام عينيكم، ها هي اللي فيها الفطر. ملي كندهنوه كنبقاو كنديروا حركات دائريه بيدينا وكنبقاو نحكوا غير بيدينا هكا، وراه غادي يخرج بكل سهوله. غتلاحظوا بان هذاك المعجون ديال الاسنان خد اللون ولا ازرق، خد اللون ديال الفطر. هانتوما البنات، انا راه ما قطعت لا والو، مباشره هانتوما حكوا غير هكا ومسحوا بشي منديل هكذا، ها هي شفتوا زلت يعني من هذا قلم الرصاص، ها هو كذلك هانتوما البنات، يعني من اليوم ان شاء الله ما غيبقاش عندكم هذا المشكل ستيلو في الحيط. هذا اللي بستيلو احمر ها هو كذلك شفتوا، ما غاديش يبقى معنا ان شاء الله كاع هذا المشكل، ما هو اللي كيكون صعيب اننا نحيدو ستيلو من الحيط. ها انتم شفتوا ما بقى حتى شي اثار، لا سواء الفاتخ لا قلم الرصاص لا ستيلو. وكنتمنى يا ربي هاد الفكره تعجبكم. وندوزو نشوفو الاستعمال الثاني. عندي هنايا الماء ديال الزاج اللي كنضفو به الزاج، غادي ندير منه شويه هنايا في هاد الفابو، وغنزيد معاه شويه ديال معجون الاسنان هكذا، نخلطو مزيان هذاك المزاج مع معجون الاسنان. وهاد الخلطه غادي تنفعنا بزاف لاعاده اللمعان الفايانس ديالنا. بحال دابا ملي كيكون عندنا الفايانس يعني نظفناه وبغينا نرجعوا له هذيك اللمعه اللي كتكون فيه، غادي نرشوه بهذا المحلول كامل اللي درنا، وغادي نخليوه 5 ديال الدقائق. ها هو انا رشيته كامل، غنخليوه فيه 5 ديال الدقائق ومن بعد نرجعوا باش نغسلوه ان شاء الله بما يكون شويه دافي. وهنا من بعد ما مرات 5 ديال الدقائق غادي نشلوه ان شاء الله بمويها اللي تكون دافيه، وغادي تلاحظوا بنفسكم الفرق. شوفوا البنات كيرجع ليه اللمعان ديالو، كنا كنبغيو نشوفوا هذيك اللمعه في الفايانس ديالنا كتبري، ها هي ما شاء الله كنظن واضح لكم الفرق، غادي تشوفوه بعينكم. وندوزو ان شاء الله نشوفو الاستعمال الثالث. هنا البنات غادي نوريكم واحد الفكره غزاله، هو كيفاش نرجعوا اللمعان لهاد الروبيني ديال لافابو عندنا ولا ديال الدوش، كيبهاتو ما كيبقاش فيهم هذيك اللمعه، ما كتبقاش فيهم. اش غنديروا ليهم؟ غادي ندهنوهم ان شاء الله بالمعجون الاسنان كامل، يعني ما نخليو حتى بلاصه هكذا، و
وغادي ناخدو واحد نص ليمونة حامضة بحال هكذا، وغادي نحكوه ان شاء الله هكذا مزيان، نحكوه كامل شوفوا دابا راه بدا كيبان. غادي نحكوه وغادي نخليوه ربع ساعة، وهاد الخلطة فيها البنات يعني ما تغسلوهش حتى تدوز ربع ساعة ان شاء الله هكذا. وغادي نشوفو ان شاء الله كيفاش غادي ترجع ليه هذيك اللمعه، وغيولي كيبري كما لو انه جديد. وكذلك ما نساوش هاد البلايص هادو هادي وهنايا، نحكوهم حتى هما بنصف حامضه، ونخليو الكل 15 دقيقه ان شاء الله نرجعو نشوفوهم كيفاش غادي يوليو. ورجعت معكم بعد ما مرات 15 دقيقه. غادي نحكوه ان شاء الله بواحد الحلفه اللي تكون شويه رطبه، وغادي تسمحوا لي البنات على الاضاءه لان راه نتوما عارفين الدوش نشعل غير البوله. غادي نحكوها البنات، ما نقولش لكم على النتيجه اللي كيعطي تبارك الله وعلى اللمعان. شوفوا كترجع له هذيك اللمعه وكيولي كيبري. هاد البنات شوفوا شكون اللي كيبري هانتوما. كنتمنى هاد الفكره تعجبكم، وندوزو ان شاء الله نشوفو الاستعمال الموالي. وهنا البنات عندي ورق الزبده، غادي نصنع هنايا غير واحد نقاط صغيره، وغادي ان شاء الله نرشو ها هما، غادي نرشو بيكربونات الصوديوم هكذا من الفوق. وغادي ندخلو المجمد يجمدو لينا هاد الكويرات اللي درنا بمعجون الاسنان. وهنا البنات ها هما من بعد ما جمدوا، يعني درتهم في المجمد حتى جمدوا، اشنو غادي نديروا بهم؟ المعروف بان بيكربونات الصوديوم كترد الاسنان روعه، بويض كيشعلوا، ولكن عندها اضرار كثيره، يعني كتضر لينا ديك الطبقه اللي على الاسنان ديالنا، مهم ماشي مزيانه للسنان، عندها اضرار جانبيه. شنو غادي نديرو من غير التنظيف اللي هذاك ضروري، يعني تنظيف الاسنان بشكل يومي هذاك راه ما نهضروش عليه، غتاخذوا وحده في الاسبوع، يعني غتاخذوا من بعد ما غادي يجمدوا هادو مزيان. انا راه غير دابا زربت عليهم باقي ما شدوش راسهم بزاف، تجمعوهم في شي بواطه وتبقاو تاخذوا وحده ها هي راه مرشوش عليها بيكربونات الصوديوم، وتحكوا بها الاسنان ديالكم مره في الاسبوع الا بغيتوا طبعا، يعني ما تكتروش، يعني مره في الاسبوع البنات. دابا ندوزو نشوفوا استعمال اخر لهاد الحبيبات اللي صنعنا بمعجون الاسنان. ندير واحد شويه ديال الماء فوق النار يغلي مزيان، وغادي ناخذوا يعني قطعه من هاد المعجون ديال الاسنان اللي رشيناه بكربونات الصوديوم ها هما. نتوما خليهم البنات راه غادي يجمدوا مزيان وغادي يوريو قاصحين، غادي نضيفهم هنا. وما نقولش لكم الا عندكم البنات النقره غادي ترميوها هنا، النقره كاع اللي عندكم خليوها تغلي في وسط هذا المحلول، وما نقولش لكم البنات كيفاش غادي تخرج، يا تخرج كتشعل وكاع هذوك، يعني الا كانت شي حاجه في وسط هاد السلسله في هاد العقيدات وداكشي كلشي كينزل وكتخرج هكذا كدير.
صافي غادي نخليها تغلي غير واحد شويه، وغادي نزولهم ونوريهم لكم كيفاش ولاو. ومن بعد ما غلاو البنات، ها انتوما شوفوا شوفوا كي تيوليو تبارك الله، كيخرجوا كيشعلوا، ما كتبقى فيهم حتى حاجه. شوفوا يعني واخا كيكونوا كحلين، من بعد كيرجع ليهم هذاك اللمعان ديالهم. هانتوما البنات كيوليو كلهم كيبريو. كنعرفوا كاملين بان النقره كتكحل مع المده، كتكحل يعني ملي تكحل ديروا لها الطريقه. شوفوا كلشي كيرجع كيبري مسخون. هانتوما البنات النقره اللي عندكم ديروها. شوفوا ما شاء الله، كنتمنى هذه الفكره تعجبكم. وندوزو نشوفوا الفكره المواليه. وهنا البنات الغزالات كاخر استعمال، نقيتي الرمان، نقيتي الخرشوف، حكيتي الاواني ديالك، صبيعاتك كحالو والاظافر ديالك توسخو، غتاخدي غير شويه ديال معجون الاسنان، وغادي تاخدي واحد الشيته اللي طبيعه الحال تكوني استغنيتي عليها بدلتيها، وغتخليها لهذا الاستعمال. غادي تحكي الاظافر ديالك وحتى الصبيعات ديالك، غادي تحكيهم هكذا، وما ان شاء الله ما غادي تبقى فيك حتى شي حاجه، لا كحوله ديال الخرشوف ولا ديال المواعن، المهم اي حاجه كانت في الاظافر ديالك غادي تخرج، وغادي يرجعوا ان شاء الله كيشعلوا. وحتى الا كانت شي ريحه يعني في يديك بحال ريحه الثومه ولا ريحه شي حاجه، راه المعجون الاسنان يزول اي ريحه في اليدين ديالنا. شوفوا ما شاء الله، هنا من بعد ما غسلت يديا شوفوا ما كتبقى حتى شي حاجه، كاع هذاك الشيء اللي عندك في الاظافر ديالك وفي صباعك ما كتبقاش وكتزول. وكانت هذه هي اخر استعمال معنا اليوم. كنتمنى يا ربي كيف العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اختكم اللايك وبالبارتاج مع العائله والاحباب. كنقول لكم كيف العاده ما سخيتش بكم، وخصوصا كنرحب بالبنات اللي التحقوا مؤخرا بالقناه، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، ومرحبا بكم جميعا بدون استثناء، ما كنسخاش بكم كالعاده. وكنقول لكم الله يخليكم ليا ويفرحكم كيف ما كتفرحوني. وكنشكركم على الاخلاص ديالكم وعلى الوفاء ديالكم وعلى الثقه اللي وضعتوها فيا. مرحبا بالتعاليق ديالكم، بالطلبات اللي عندها اي طلب مرحبا على الراس والعين، مرحبا كذلك بالانتقادات ديالكم البناءه. وكنعاود نجدد الترحاب بكم، مرحبا بكم كاملين وشكرا لكم كاملين. الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن. الى اللقاء في فيديو قادم ومع وصفه اخرى ومع الف سلامه.